منطقة زراعية تتم الزراعة فيها حسب المواسم. الآن الشتاء إذا المحصول الرئيسي الفول، وإذا تزرع الخضروات وبأنواعها والقمح في منطقة أخرى من هذه الجزيرة في مساحة أخرى، وهناك البساتين سنتحدث عنها فيما بعد إلى الخلف من الجهة الغربية من النيل اللي بتمثل منطقة تجبار، أكثر منطقة فيها كثافة من بساتين النخيل. هنا في هذه الجزيرة يتم التربية، تربية الأبقار وزراعة الخضروات بأنواعها والطماطم والبطاطس، وتتم الزراعة الموسمية في الصيف بزراعة الذرة الشامي ومحصول الذرة، وهي تمتد على مسافة أكثر من 10 على مسافة أكثر من 25 فدان. هذه المزرعة